dicho claramente que era un problema de la seguridad y los controles de seguridad del aeropuerto, no había personal suficiente y lo que tiene que haber es siempre una previsión. Y el gobierno siempre peca de falta de previsión, con lo cual yo creo que ya es hora de... شوفوا معايا اخوتي، هادشي من المطارات الاسبانيه، وهادشي اللي كنعيشوه حاليا ماشي مشكل ديال الجاليه المغربيه او المغرب فقط، بل هو مشكل دولي، مشكل عالمي. شوفوا معايا اخوتي، خليكم معايا، شوفوا معايا، هادشي كيهدد الصيف هنا في اسبانيا كذلك. السلام عليكم خوتي، كما عارفين الحدود تحلات وعملية مرحبا بدات، والمشكل الرئيسي ديال الجالية المغربية هو الغلاء ديال الأسعار، الغلاء ديال الأسعار في الأثمنة ديال التذاكر ديال الرحلات البحرية والجوية وخاصة البحرية، ونفاد تذاكر ديال الرحلات البحرية ديال المسافات الطويلة. الغلاء ديال الأسعار في المحروقات، وماشي غير هنا في اسبانيا، إذا بغينا نشدو الطريق حتى من غادي نوصلوا للمغرب كما كتشوفوا هنا، كاين واحد الغلاء مفرط في المحروقات، وكل نهار كيزيد يطلع الثمن لا في ايسانس ولا في المازوت اخوتي. كذلك الاثمنه ديال الاختبارات ديال البي سي ار اللي هي غاليه، وهذا المشكل اخوتي ماشي ديال الجاليه المغربيه فقط، بل مشكل دولي، حيث كما كتشوفوا معايا هنا هادو المطارات الاسبانيه، كاين واحد الكاوس في المطارات، يعني كاين تخوف، كاين خطر، يعني بالنسبه للصيف كما جا هنا في هذا التقرير اللي غادي نشاركوا معكم كما كتشوفوا هنا، يعني اكتظاظات كبيره وكبيره بزاف في المطارات الاسبانيه كما كتشوفوا معايا. كذلك اخوتي النسبه ديال الحالات ديال الاصابات في المغرب ارتفاع مهول، اليوم وصلوا 607 ديال الحالات وجوج ديال الوفيات. ولكن الايجابي والصار في هادشي هذا كامل، وهو ان اللجنه العلميه يعني كطمن المغاربه، كتقول باللي راه ما غاديش يكون السدان، وحتى وزير الصحه يطمئن المغاربه ان العدوى ديال الجدري ديال القرده ما كتنتشرش، يعني كتنتشر بواحد الشكل ضئيل حتى لهنا مزيان اخوتي. كذلك غادي نهضروا على عمليه مرحبا، حيث المغرب يستعد لاستقبال نحو نصف مليون مسافر اسبوعيا، يعني 500 الف مسافر اسبوعيا المغرب غادي يكون هيدا، وهذا حتى هو غادي يكون سبب ان الاسعار غادي تزيد ترتفع اكثر فاكثر اخوتي. كاين مواضيع مهمه في هذا الفيديو، وكما العاده يعني وكاين يعني وزاره الصحه كما عارفين يعني توصي بارتداء الكمامات، ما عرفناش هادشي هذا واش خوفا من ارتفاع الحالات أو لا هي محاولة لصرف الأنظار عن غلاء الأسعار وباش الناس ما تحتاج. خوتي كما العادة لايكات ديالكم بزاف بزاف بزاف، البارتاج مع الأهل والأحباب والأصدقاء، واللي كيشوفنا لأول مرة كيشاهدنا لأول مرة ما ينساش يشارك معنا في هذه القناة، بغينا نكبروا هذه القناة، ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا أي جديد ونمشيو للتفاصيل. ولكن اللايكات بزاف أخوتي، هرمنا من طلب اللايكات اللي ما كنتخلصوش عليهم. خوتي المغاربة الجالية المغربية في كل مكان، سلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برسلونة في كل مكان، ودائما وأبدا كما العادة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال. خوتي نبدأ على بركة الله
بهاد المجموعه ديال الاخبار اللي غادي نشاركوا معكم في هذا الفيديو، وغادي نبداوها بالارتفاع ديال الحالات في المغرب. اليوم المغرب سجل 107 ديال الاصابات جديده وجوج ديال الحالات ديال الوفاه، اللهم اغفر لهم وارحمهم. كذلك اخوتي غادي نشوفوا وزاره الصحه تدعو المغاربه الى ارتداء الكمامات بعد الوضع الحالي يعني ديال ارتفاع ديال الحالات. كذلك اخوتي اللجنه العلميه كتطمن المغاربه وكتقول لهم راه ماكي ما غاديش يكون السدان، غير هو خصنا يعني نتعايشوا مع هذا الوباء يعني بالتباعد وبارتداء الكمامات، والله يدوز اخوتي هذا الصيف على خير وصافي. كما قلتكم يعني هذا مشكل عالمي ماشي مشكل ديال المغرب بوحده، كما كنشوفوا الغلاء ديال الاسعار راه كاين في العالم كامل اخوتي، غير هو حنا الجاليه المغربيه نطالب فقط يعني بالانخفاض ديال الاثمنه ديال التذاكر والتوفير ديال التذاكر كذلك، لان كاين بعض الرحلات البحريه الطويله اللي كما عارفين وعينا ما نعاودوا هذا الكلام باللي ما كاينش التذاكر اخوتي. هنا وزاره الصحه تدعو المغاربه الى ارتداء الكمامه بعد الوضع الوبائي غير المريح. قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامه وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه معاذ المرابط اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوضعية الوبائية الراهنة تتميز بانتقال انتشار الفيروس من المستوى الأخضر الضعيف إلى المستوى البرتقالي المتوسط. وأوضح المرابط خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية بالمغرب للفترة الممتدة ما بين 11 إلى 7 يونيو أنه بعد فترة بينة استمرت ثلاثة أشهر منذ الأسبوع الأول من شهر مارس تميزت بانتشار ضعيف إلى جد ضعيف للفيروس في مختلف جهات المغرب، وينتقل الانتشار من المستوى الأخضر الضعيف إلى المستوى البرتقالي المتوسط خاصة بالمدن الكبرى. وختم يعني هذه الندوة الصحفية بالقول ديالو هذا الشيء هذا كامل، ولكن راه من ناحية ديال الحالة الوبائية راه المغرب ماشي مزيان بزاف أخوتي، وربما نخليكم مع التصريح ديالو. وخا هادشي هذا كامل هنا اللجنه العلميه يعني كطمن المغاربه وكتقول لهم باللي خصنا غير نعرفوا نتعايشوا مع هذا الوباء فقط، راه ما كاينش يعني هنا ما كاينش يعني الخطر ديال السدان كما كان كيوقع سابقا اخوتي. هنا معروف لان الحدود تحلات يعني كاينه هذا الملاعب تحلات وهذا نورمال غادي يرتفع شويه الحالات، ولكن هذا الشيء هذا غادي يهبط من بعد اخوتي. هنا كذلك دائما في اطار عمليه مرحبا الخطوط الملكيه المغربيه يعني كتعزز الرحلات ديالها ب 80 خط جوي عبر اربع قارات وتوفير 6 ملايين مقعد يعني 6 ملايين مقعد خلال الموسم الصيفي. يعني بالنسبه للرحلات الجويه ربما يكون انخفاض في التذاكر، كنهضروا على الرحلات الجويه لانه كيبان لي باللي كاين العرض بزاف اخوتي، ماشي العكس ديال الرحلات البحريه لانه كاين الطلب اكثر من العرض، وهذا الشيء يعني عينا ما نطلبوا المسؤولين انهم يوفروا تذاكر اكثر ويسنيوا عقود مع شركات اخرى باش تكون المنافسه اخوتي، لانه كاين الغلاء كما قلت لكم في التذاكر، كاين الاتكنه ديال البي سي ار، وخا عينا ما نقولوا يعني او كنطالبوا انهم يوضحوا لنا على الاقل القضيه ديال التيست بي سي ار، ماشي التيست بي سي ار ديال تيست انتيخين، وبزاف الناس كيسولوا لانه شفنا يعني في الباج اوفيسيال ديال الميناء ديال الجزيره الخضراء انهم كيقبلوا التيست انتيخينو، فاذا كانوا كيقبلوا التيست انتيخينو فهذا الشيء راه مزيان لنا بزاف اخوتي، لانه الثمن ديالو جد منخفض، لان البي سي ار راه كيضاعف ماشي كيضاعف راه ثلاثه ديال المرات كيضاعف التيست انتيخينو، وراه يعني فيابلي راه ماشي راه كيقولوا الخبراء باللي هو فيابلي ماس على التيست بي سي ار، هذا التيست انتيخينو. وكنتمنى يعني يكون توضيح من المسؤولين المغاربه. وهنا كما قلت لكم يعني الخطوط الملكيه المغربيه يعني نزلات 6 ديال الملايين ديال المقاعد بالنسبه للرحلات الجويه بالنسبه لهذا الصيف، هذا فيما يتعلق بالخطوط الملكيه المغربيه. وهنا يعني عمليه مرحبا كتساعد لاستقبال نحو نصف مليون مسافر يعني اسبوعيا، نصف مليون مسافر اسبوعيا على 132 سفينه.
هنا ينتظر أن تستقبل مناطق العبور البحرية في إطار عملية مرحبا 22-32 سفينة على متنها 472 ألف مسافر أسبوعيا و 123 ألف سيارة ركاب، مع الأخذ بعين الاعتبار أيام الذروة التي قد يتجاوز فيها عدد الركاب 66 ألف راكبا. ذلك ما كشف عنه وزير الصحة خالد أي الطالب اليوم ثلاثاء في ندوة لمجلس المستشارين حول عملية مرحبا 22، مؤكدا أن وزارته عبأت مصالح المراقبة الصحية بالحدود البحرية والجوية والبرية للمملكة مع تقديم الدعم اللازم لها للاستجابة للضغط الذي سيعرفه بلدنا هذه السنة، وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذه العملية خصوصا مؤسسة محمد الخامس للتضامن. من هذا الشيء هذا كامل اللي كاين من الجالية المغربية، وهو الأثمنة ديال التذاكر. حنا الخبر اللي كنستناو وهو يعني كاينة بروموسيونيس، كاينة شركات أخرى غادي تدخل على الخط باش يهبطوا من الأثمنة ديال التذاكر. هذا الشيء اللي كتسناه الجالية المغربية، تذاكر غالية بزاف أخوتي مقارنة مع السنوات الماضية. يعني فعلا الارتفاع ديال الأسعار كاين في العالم كامل، لكن لابد من المسؤولين ديالنا أنهم يشوفوا يعني في الجالية المغربية. الجالية المغربية دائما مع المغرب قلبا وقالبا، ولكن هذه المرة هذه يعني الجالية المغربية تعطلات مدة طويلة ما دخلاتش للبلاد، وكل شيء باغي يدخل البلاد، ولكن ماشي كل شيء في المقدور ديالو انه يخلص هذه الأثمنة هذه اخوتي، اللي هي كما قلتكم 700 فوق الأسرة متوسطة، واللي كانت ب 300 اورو رجعت ب 700 اورو. المسافات طويلة، يعني بلا ما نهضروا الملايين، خصك تطلب كريدي من البنك، خصك تطلب بريستام من البنك باش تقدر تهبط. كاين الناس اللي ما كتقدرش تشد الطريق لعدة اسباب، ولهذا مرة اخرى يعني نطالب المسؤولين المغاربة، لأنه بدات عملية مرحبة والناس يعني بداو كيوجدوا الأثمنة بقى كما هي، لأنه كنا سمعنا وعود ما ربما يعني يكون انخفاض في الأثمنة وتكون يعني أو شركات أخرى تدخل على الخط، كشركة باليارية مثلا اللي كان من المرتقب أنها تدخل هنا في البورتو ديال برشلونة، ولكن للأسف شنا عملت ساك وما عملت برشلونة. المهم اخوتي كنظن ما نطولش عليكم بزاف، يعني اعطيناكم الخلاصه ديال شنو وقع في ما يتعلق بعمليه مرحبا ديال هذا الصيف. ما نطولش عليكم بزاف، كاين بزاف اخوتي هذا، ولكن ما نطولش عليكم هنا بالمقالات. كما قلت لكم فعلا كاين ارتفاع في الحالات ديال الاصابات ديال كورونا، ولكن هنا اللجنه العلميه يعني كتستبعد التشديد ديال التدابير الاحترازيه يعني، وكتوصي بالتعايش مع هذا الوباء. وخالد الطالب اللي هو وزير الصحه يعني كيطمن المغاربه كذلك باللي هذا الجدري ديال القرده راه ما كينتشرش، يعني بحال اللي كيهدنوا الناس راه ما غاديش يكون بحال قبل اخوتي. المهم ما نطولش عليكم بزاف، تهلاو لي فراسكم في انتظار النتيجه ديال الاجتماع الاسباني المغربي حول سبته ومليليه، حول المعابر الحدوديه ديال سبته ومليليه، لانه كما عارفين الحدود كما اعلنوا سابقا غادي يكون تدريجي، يعني بداوا بالناس ديال الاتحاد الاوروبي والساكنه ديال سبته والجاليه المغربيه، من بعد ترافادوريس ترانسفرونتيريسوس اللي حتى هما عندهم مشكل وكنستناو انهم يحلوا لهم المشكل ديالهم، لا السلطات المغربيه ولا الاسبانيه. واليوم جاء الدور على الساكنه ديال تطوان والنواحي والناظور والنواحي. الى ذلك الحين خوتي تهلاو لي فراسكم، أمسية سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.